مشاهدينا، وللحديث أكثر عن نفوذ إيران في المنطقة وسيطرتها أو العراق وسيطرتها على الدولة ما بعد الاحتلال، ينضم إلينا عبر سكايب من لندن الكاتب والباحث السياسي الدكتور محمد جواد فارس. السلام عليكم دكتور. أهلا وسهلا فيكم وبمشاهديكم الأكارم. حياكم الله. أهلا بكم. بحسب تقرير الموقع Just Security الأمريكي، فإن تهديد الميليشيات في العراق يستفحل كل يوم بسبب دعم إيران لهذه الميليشيات. ما مدى تغلغل وتغول هذه الميليشيات في بنية الدولة كمؤسسات في العراق ما بعد الاحتلال؟ في البدء أهنئ العالم الإسلامي بمناسبة حلول شهر رمضان الكريم. وأجيب على سؤالكم أن تغلغل الميليشيات وما جاء في تقرير لهذا الموقع جسبت سيكوريتي الأمريكي هو صحيح، أنها تغلغلت منذ البدء في تدمير العراق عام 2003 وبدفع من إيران، حيث تواجد هؤلاء في الميليشيات في الدولة العميقة على كل المستويات من أجل تطبيق أوامر الجهات الإيرانية. والمعروف عن إيران أنها في ذاك الوقت كانت تشن هجمات بشكل منظم عن طريق هذه الميليشيات الذيول في قتل كبار ضباط الجيش والأطباء والعلماء والخبراء. وكلنا نتذكر جيدا أن النظام العراقي قد ائتمن بعد الحرب التي شنت بين الطرفين لثمان سنوات، فائتمن على إرسال مجموعة من الطائرات العراقية، ولكن للأسف سيطرت إيران على هذه الطائرات ولم تعود هذه الطائرات إلى العراق، علما بأنه هي ملك للدولة العراقية. طيب ولذلك الآن هناك رأي يقول أنه أضعاف العراق أو العراق يكون ضعيفا في هذه المرحلة بنهاية يخدم بقاء إيران كقوة إقليمية في المنطقة، هل توافق على هذا الطرح؟ صحيح، لأنه إيران كما هو معروف قدمت المساعدات الجليلة للأمريكان في حالة غزو العراق، وهذا متعارف عليه ومعروف بما قاله مسؤولون إيرانيون في ذلك الوقت. تولى طهران لما سقطت كابل وبغداد، وهيئوا الأجواء عن طريق الخليج وعن طريق الكويت لدخول وغزو العراق وتدميره. وهذا الرأي هو صحيح، أنه هم يريدون عراقا ضعيف، وهذا العراق كبلوه بأمور أخرى، وهي مثلا أنهم جاءوا بتوريد أمور من الزراعية والصناعية إلى العراق، حتى أنه ضربوا الزراعة والصناعة ووجدوا أنهم من الأجدر بهم أن يقوموا بهذه العمليات من أجل الحصول على دولارات، لأنه إيران هي محاصرة من قبل الدول الغربية. طيب. وهذا متعارف عليه ومعروف من قبل القاصي والداني، وقامت بسرقة أسلحة عن طريق ميليشياتها وذيولها، كذلك قامت بأمور أخرى منها إرسال كميات من الأدوية التي معروفة باسم، هذه الأدوية هي المخدرات من أنواع متعددة، منها الترياق ومنها الكريستال وغيرها من الأمور. وأصبح العراق مرتع خفض لهذه الحبوب متواجدة من أجل تدمير المجتمع العراقي. طيب بالحديث دكتور عن الميليشيات، إلى أي مدى ترى أن هذه الميليشيات الولائية تمكنت بقوة المال والسلاح من بناء دولة موازية، وهو ما مكنها بالتالي من إحكام قبضتها على مقاليد الأمور في العراق؟ السؤال هنا أيضا، هل هناك دولة موازية أم هي تسيطر على الدولة بالكامل في العراق؟
هي سيطرة كاملة على الدولة العراقية، هذه الميليشيات المدفوعة من قبل إيران، والتي تتخذ من النهج الإيراني بتوجيهاته الملمة به، وهذه التوجيهات تتطلب قضايا مهمة بالنسبة لإيران، منها التصدير ومنها الطاقات اللي ممكن أن نوردها بشكل معين، وهي مثلا الطاقة الكهربائية وبيع الغاز إلى آخره وأمور أخرى. ولذلك أصبحت الميليشيات هي ضمن الدولة العميقة تهيمن على سيطرة الدولة، وهي اللي تقرر. والمعروف والمتعارف عليه أنه إيران تصرح علانية باعتبار العراق هو جزء من إيران، وكذلك هم يفرضوا أو هم الذي يختاروا من هو سيكون رئيسا لوزراء العراق عن طريق ميليشياتهم وهذه الأحداث المهيمنة في هذا التجمع. ولذلك يجدون فرصة مؤاتية للحصول على ثروات العراق ونهبها عن طريق هذه الميليشيات. نعم، من لندن الكاتب والباحث السياسي العراقي الدكتور محمد جواد فارس، شكرا جزيلا لوجودكم معنا.